يأتي قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في تحسين المزايا الوظيفية لكافة الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية ضمن سياسة الحكومة الموقرة للارتقاء بالعمل الحكومي ورفع مستوى الأداء وجودة الإنتاجية لما تضمنته اللائحة من تعديل للعلاوات والبدلات وكذلك رفع معدلات المكافأة التشجيعية. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ عادل حاج إبراهيم محمد مدير عام سياسات الأجور. سيد عادل مساء الخير. مرحبا أختي سمية، مساء النور. ما هو أبرز التغيير الذي حصل على هذه اللائحة بعد قرار سمو رئيس الوزراء؟ بداية أختي سمية اسمحي لي أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه على إصداره هذه اللائحة، لائحة تحديد رواتب ومزايا الموظفين التي نطلق عليها اختصارا اللائحة المالية. طبعا مثل ما تفضلت اختي سميه، اللائحه شملت العديد من التغييرات والتعديلات فيها، ابرزها كان تغيير العلاوه الاجتماعيه، تعديل في سياسه منح هذه العلاوه للموظفات المتزوجات. بغرض تحقيق المساواه بين الذكر والانثى من الموظفين. ايضا عندنا بدل الهاتف، تم تعديل سياسة بدل الهاتف ليصبح علاوة اتصال وليس بدل. والفرق بين البدل والعلاوة أن البدل يقتطع أثناء خروج الموظف في إجازة سنوية، أما العلاوة فهي لا تقتطع، لا تخصم من الراتب في أثناء خروج الموظف في إجازة. إضافة إلى ذلك، لما حولناها من بدل إلى علاوة، تم تعديل المعدلات. بدل من أن كانت 10 دينار و25 و35 دينار الآن أصبحت 25 و35 و50 دينار. ففيه أيضا تغيير. عندنا أيضا بدل رئاسة الدوائر الطبية. كان هذا البدل محصور في مسميات فقط في كلية العلوم الصحية. تم إلغاء هذه المسميات وخلينا فيها مزيد من المرونة وسميناها فقط بدل رئاسة، على أساس ممكن يشمل بعض الوظائف مثل جامعة البحرين والبوليتكنيك. من ضمن التعديلات اللي واكبت هذه اللائحة بدل ركوب البحر. في السابق كانت أو كان هذا البدل عبارة عن مستويين 17 دينار و25 دينار بحسب الدرجة، الآن جعلناه مستوى واحد اللي هو 25 دينار لليوم الواحد لجميع الدرجات. طبعا من أبرز التعديلات التي جاءت في هذه اللائحة استحداث مكافأة الإنجازات الاستثنائية للموظفين. معدلها يصل إلى 1500 دينار. طبعا هذه المكافأة تأتي نظير إنجاز أعمال استثنائية وأعمال مميزة على المستوى الوطني. هذه أبرز التغييرات التي جاءت في اللائحة المالية. نعم أستاذ، بعد صدور هذا القرار ما هو دوركم أنتم في ديوان الخدمة المدنية الآن لتفعيل هذا القرار وتطبيقه؟ نعم طبعا شكرا على هذا السؤال اللي في الحقيقة يعني احنا نحتاجه كموظفين كلنا، احنا نعرفه. طبعا الآن بعد ما أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة هذه اللائحة، يأتي دور ديوان الخدمة المدنية بأن يصدر سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية سعادة المهندس أحمد بن زايد الزايد التعليمات التفصيلية التي راح تعمم على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية وتوضح ما ينبغي أن تقوم به هذه الجهات لمواكبة هذه التعديلات. من جانب آخر وبصورة يعني أوتوماتيكية، يقوم حاليا ديوان الخدمة المدنية بتغيير نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية اللي احنا نسميه نظام الهورايزون. قاعدين نعدل هذا النظام بما يتواكب مع هذه التعديلات. نعم سيد عادل حاج إبراهيم محمد مدير عام السياسات والأجور، شكرا جزيلا لك.